عشان تخفيض انا نسيت اقول لكم ساعات العمل تبقى مجرد 8 ايام 8 ساعات فقط في اليوم. ده كان مطلب عظيم بالنسبه للطبقه العامله. عمال شيكاغو في سنه 1886 وفي سنه 1890 تسجل العيد. تسجل العيد عالميا تخليدا لهذه الذكرى. اللي قالوا في الخطاب، يمكن تقديري ان الخطاب مكتوب بشكل مختلف عن كل الخطابات اللي فاتت. متخيل انه في زاويه الكتابه كان افضل، وفي زاويه مخاطبه الفئات اللي بيستهدفها من هذا الخطاب كان في ذكاء في كتابه الخطاب. لكن المهم مش مجرد الخطاب، المهم ان الخطاب يبقى بيستمد قوته من مصداقيته، من انه بيعبر عن الواقع بشكل حقيقي. لان ما ينفعش ان انا اقول شيء ويبقى في الواقع بعمل شيء تاني. طبيعي. في الحقيقه الازمه الحقيقيه ان الواقع مختلف تماما. السنه دي تعتبر واحده من اسوأ السنوات، من اسوأ السنوات مش على العمال فقط، ولكن على الطبقات المتوسطه والطبقات الفقيره. ويمكن ارقام الاحتجاجات العماليه في غايه الدلاله والتعبير عن هذا الامر. احنا عندنا الاحتجاجات العماليه من 99 لحد 2010 99 لحد 2010 3465 احتجاج. 3465 احتجاج من ده ايام حسني مبارك. من 99 لحد نهايه 2010. 2011 مش هنتكلم فيها، اللي هي سنه المجلس العسكري، وهنقول الثوره وهنقول حاجات كثيره جدا. نتكلم في 12. في 2012 عامله لوحدها 3817 احتجاج. يعني لا كأن الثورة قامت ولا كأن حاجة، الحكاية اتنقلت أكتر. 12 لوحدها. طب المدة بقى اللي حكمها الرئيس مرسي 9 أشهر. عندنا من شهر يوليو 2012 لما فتح حكمه بالظبط، لحد شهر ديسمبر 2710 احتجاج. 2710 من شهر يوليو لشهر ديسمبر فقط 2710. من يناير لحد ابريل 3699 احتجاج. لما تجمعهم على بعض من يناير لابريل، من يناير لابريل 4 أشهر. 3699 سنه وشويه في عهد مبارك. لما تحسب مده حكمه فقط اجمالي الاحتجاجات 6409 احتجاج. وده رقم انا في تقديري اكبر رقم احتجاجي في تاريخ الطبقه العامله. كلنا كنا بنقول من بدايه ما بدات احتجاجات العمال بشكل قوي في 2004 ثم 2005 ثم اضراب المحله 2006 و2007، كنا بنقول ان دي اكبر موجه احتجاجيه في تاريخ الطبقه العامله. السنه دي، السنه اللي حكم فيها الرئيس مرسي البلاد، احتجاجات العمال 6409 احتجاج حتى هذه اللحظه. وده رقم كبير جدا بيعبر عن مجموعه مؤشرات. واحد، استحاله بمكان ان يبقى الامر مجرد اصل في ناس بتسخن العمال، اصل العمال ما همش عارفين، اصل في قله مندسه، كل الكلام دوت. رقم اتنين، انه بيعبر عن واقع مختلف في الطبقه العامله المصريه، انها انتقلت من احتجاجات فرديه الى احتجاجات منظمه بسبب ما تمتعت به من تنظيم نقابي مستقل قدرت هي تفرضه على ارض الواقع من قبل الثوره باربع نقابات مستقله: الضرائب العقاريه والعلوم الصحيه واصحاب المعاشات والمعلمين المستقله. ودلوقتي بقى عندنا 1000 نقابه مستقله في محاوله لافراغ هذه النقابات من مضمونها عبر قانون الحريات النقابيه اللي مش عايز يطلع حتى هذه اللحظه. وإذا كنا بنتكلم مع انهم عاملين يولدوا في قوانين، هوب هوب يعني هوب هوب. قاعدين يعملوا قوانين. جينا يعني لما بيعوزوا يطلعوا قوانين بيطلعوها يا استاذ خالد. طبعا طبعا القانون الحريات النقابيه اتناقش وقت الدكتور احمد حسن البوعي ربنا يقومه بالسلامه يا رب، والمجلس العسكري ما رضيش يطلعه. لما جه الاخوان المسلمين هم كمان راحوا عاملين مشروع قانون مختلف. القانون اللي احنا عاملينه وقت الدكتور احمد حسن البوعي 43 ماده. الحريه والعداله قدم مشروع قانون فيه 70 ماده بيهدر الحريات النقابيه. بيهدرها برضه؟ بيهدرها، بس يوم ما حبوا يبعتوا لمنظمه العمل الدوليه القانون بعتوا القانون بتاع احمد حسن البرعي. واتعملت جلسه مناقشه عليه في القانون بتاع احمد حسن البرعي. وعاملين مفاوضات في القوى العامله، انا بحضر جزء منها على قانون احمد حسن البرعي، واللي احنا قلناه بشكل واضح. ما احناش عايزين قانونهم في الاخر. ما احناش عايزين
ان احنا نتناقش ونعمل حوار ثلاثي، وتيجي منظمه العمل الدوليه بتناقش معانا وبيتناقش الاتحاد المستقل كل الاتحادات والنقابات موجوده بما فيها الاحزاب حزب الحريه والعداله موجود وبما فيها الوزاره، بنتناقش على مشروعه اللي احنا بنتناقش عليه هو اللي يروح مجلس الشورى، مش نتناقش على ده وتودوا مجلس الشورى حاجه تانية. لان التخوف اللي بيواجهنا كلنا ان مصر موجوده في القائمه السوداء للحريات النقابيه، فكل اللي هم بيحاولوا يعملوه حتى هذه اللحظه ده تخوف ممكن يبقى حقيقي وممكن ما يبقاش حقيقي، ان هم بيمطوا في المناقشه لحد ما مؤتمر العمل الدولي ينتهي في شهر 7 فيتمكنوا ان هم يسقطوا مصر من القائمه السوداء. للاسف ده التخوف اللي احنا عندنا امل انه وزير القوى العامله يصدق في كلامه، قال لا هو ده المشروع اللي احنا هنقدمه، بس انتوا عارفين انا ماليش ضغط على مجلس الشورى. قلت له اسف، مجلس الشورى كله حريه وعداله، فما فيش حاجه اسمها مالكش القانون اللي هنناقشه، وفي ممثلين لحزب الحريه والعداله موجودين وممثلين للمراكز العماليه المنتميه للاخوان المسلمين، وكل النقابات كانت موجوده، وبعض منظمات المجتمع المدني دار الخدمات النقابيه والمركز المصري زائد منظمه العمل الدوليه. يبقى بنبذل وقت وبنضيع مجهود، يبقى لازم القانون اللي احنا بنتناقش عليه هو اللي يتم اقراره. فالرقم ده انا تقديري انه وجود نقابات مستقله في مصر ساعدت العمال على تنظيم صفوفها وترتيب اولوياتها وشجعتها على انها تعلن غضبها من شروط وظروف العمل اللي هم شايفينها. ده الدلاله الثالثه. الدلاله الثالثه انه هناك اتساع في الفجوه ما بين الاجور وما بين الاسعار. واتساع الفجوه دوت ما فيش فيه اي سياسات بتحاول انها تضيق الفجوه. طول الوقت سياسات بتفرضها حكومه الحريه والعداله على الجانب الاقتصادي والاجتماعي تؤدي لانسحاب من الدعم، بتؤدي لزياده اسعار السلع والخدمات الاساسيه، انهيار قيمه الجنيه المصري، وده معناه انخفاض قيمه الاجر. لان خلاص نزل الجنيه هقدر اجيب بيه كوبايه شاي، بعد كده لازم اجيبهم ب 2 جنيه، فده معناه ان الاجر قل. طب في ظل الوضع ده بقى الاجور بتتحرك ولا ما بتتحركش؟ محلك سر. الاجور ما زالت الاسعار هي بتتحرك تحت نفس الرقم والاسعار بتتحرك. فطبيعي طالما في فجوه على رب الاسره ده اجره اللي بياخده، ودي الاسعار اللازمه حتى يحيى حياه كريمه، يبقى ما فيش قدامه غير انه يحتاج عشان عايز بدل علاوه، عايز زياده الاضافي، يعيش عايز يعيش. فطبيعي ان الاحتجاجات دي هتبقى متزايده بسبب الظروف الاقتصاديه والاجتماعيه الضاغطه على الطبقه العامله المصريه. وكمان الوعود اللي تم اطلاقها للعمال بعد الثوره حوالين تثبيت العماله المؤقته في الجهاز الاداري للدوله، تقريبا 75% من هذه الوعود لم ينفذ. اقدر اقول ان في 25 تم تنفيذه، يعني عمال مراكز المعلومات، وده من بدايه فتره المجلس العسكري كان بادئ التنفيذ. لكن عندنا عمال التشجير في وزاره الزراعه ما زال 17 سنه بعقد مسمى عقد تدريب، 17 سنه ب 60 جنيه في الشهر. العاملين المؤقتين في وزاره الري بس ما كفوش شرب شاي، كفوش اي حاجه. يعني لو 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 عندك ابن في الجامعه، ابن واحد بس في الجامعه، وانت وزوجتك انت محتاج ما لا يقل عن 2000 جنيه عشان تقدر يعني تبقى مستور تزوق. تبقى مستور مش مدد ايدك لحد، لما يبقى ابن واحد بس بيتعلم في الجامعه. فلو اسره مكونه من 3-4 افراد استحاله بمكان ان الوضع يستمر بالصوره دي. واجي بقى استجابة لشروط صندوق النقد الدولي، بخضع نفسي لشروط في غاية القسوة وفي غاية الظلم، منها ارتفاع الأسعار ومنها الانسحاب من الدعم ومنها استكمال برنامج الخصخصة. والضرائب اللي عمالة تتفرض، الضرائب غير المباشرة. ولما تيجي تبص على مشروع الموازنة اللي هم يعني في الحقيقة أنا بقول مخبيينه، ده مخبيينه ومش بيتعاملوا فيه بالشفافية. ولما بدأنا نرفع قضية فتوزع الموضوع على مجلس الشورى، احنا كان حلمنا في الموازنة العامة للدولة، انت عملت مشروع موازنة اطرحه للقوى السياسية تتناقش قبل ما توديه مجلس الشورى، طبيعي تتناقش فيه، لان الموازنة دي مش ارقام، المفروض تتقدم بدري، المفروض تتقدم في مارس عشان تقعدوا تناقشوه. الموازنة هي يعني انحيازات اقتصادية واجتماعية محددة، فكان لابد المجتمع يناقشها. ما علينا ما نقشهاش. طب ودوا ايه لمجلس الشورى؟ ودوا البيان، ودوا قائمة تفصيلية بالمصروفات، وما ودوش القائمة التفصيلية بالإيرادات. انتوا هتجيبوا الإيرادات دي منين؟ الموازنة
السنة دي إجماليها الإيرادات 497. ده الإيرادات. ده الإيرادات 400 خمسمية يعني. 497 إيرادات. 500 مليار. إيرادات السنة اللي فاتت كانت 393. ففي هنا سؤال، ال 100 مليار دول هيجوا منين؟ كإيرادات. ال 100 مليار دول هيجوا من الضرائب غير المباشرة، وهيجوا من الانسحاب من عدد من الخدمات وعدد من السلع. مش حكاية الدعم بس، لما تيجي تبص على الموازنة بقى كأرقام محسوبة، وأنا بقول الجداول دي من واقع المشروع اللي هم مقدمينه لمجلس الشورى. الأجور بتمثل 24% من الموازنة، من الموازنة العامة. الموازنة اللي فاتت كانت بتمثل 25%، يعني قلت. الموازنه اللي قبلها 2011 2012 ايام الثوره كانت بتمثل 26% من الموازنه العامه. شراء السلع والخدمات السنه دي بيمثل 4% من الموازنه، السنه اللي فاتت كان بيمثل 5% من الموازنه، السنه اللي قبلها كان بيمثل 5.70%.